شكرا السيد الرئيس. اولا كنشكر السيد الوزير الشكر الجزيل على تلبيه الدعوه والتلبيه المتكرره، وكنعتذروا على عدم حضورنا في الحصه السابقه، وذلك المهم وقع شي سوء تفاهم، ونعتذر ونشكركم على تلبيه هذه الدعوه كلما يعني كنا محتاجين لتوضيح امر ما للراي العام. السيد الوزير المحترم، احنا اليوم بغينا نوضحوا غير للمغاربه والراي العام هادشي علاش كنجيبوا هذه الاحاطه. احنا كنشوفوا بان بعض الادويه، واليوم كنتكلموا على اللقاحات، لان هذا الموسم راكم كتعرفوا بان موسم العمره وموسم الحج. السيد النائب المحترم تكلم على اللقاح ديال التهاب السحايا بما يكفي، ولكن غير حنايا راه فعلا هاد الاحاطه وهاد التوضيح راه مزيان للمغاربه. هما ما كيعرفوش الكونجوغي نو كونجوغي، ما كيعرفوش السعوديه شنو قالت وهذا، فمزيان اننا نحسوا ونعلموا المغاربه ونوضحوا لهم بان راه ومني كيتزاد الثمن راه ماشي كيتزاد عليهم زعما، ولكن راه الفعاليه ديال الدواء والاتفاق مع الدوله المستقبله خصهم يعرفوه. هذا من جانب. اليوم السيد الوزير كنبغيو نسولو ايضا على لقاحات كثيره، على ما يجري في يعني ونوضحوا ما يجري في يعني مع هاد باستور. لقاحات كثيره راه منقطعه السيد الوزير، ليباتيت الفاكسان ديال ليباتيت بي، ورغم كتعرفوا بان الناس ديال القصور الكلوي اللي كيديروا الدياليز كيديروا واحد البروتوكول، وهادو راه ما كيلقاوش. وحنا كنقولوا هاد الشيء راه ممكن ان يكون واحد الانقطاع في بلاصه، وهذا انا كنهضر على مني ما كيلقاوش. شكرا سيده.